بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، آمين. أما السنة ففيها الكثير الطيب مما يحبب هذه العبادة وتلك الشعيرة إلى قلوبنا. عد معايا 10 برضو سريعا، أنا مش عايزكم تتفرجوا الكلام ده، تقولوا لأولادك، تقولوا لزوجتك، تقولوا لإخوانك، تكتبوا الناس تقراه، هذه كلها مهمة في هذا الوقت، التشويق لشهر رمضان. 1، قال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه، قال الله: الصوم لي وأنا أجزي به، الصوم لي وأنا أجزي به. تفكر في هذا الود والحب، أن الله يضيف الصوم لنفسه، يضيف طاعتك لنفسه، بل ويصرح أنه الذي يجزيك عليها، فكيف يكون جزاء الكريم؟ لما يبقى عندك بعض العمال شغالين وتقول مثلا فلان ادي كل واحد 20 جنيه 30 جنيه يومية، بس ده أنا اللي حديله، يبقى معناها تديله إيه؟ كريم بقى أنت راجل حتزوج، فكيف بالله؟ إذا قال الصوم لي وأنا أجزي به، حينما تتقرب إلى الله بعبادة قال هي لي، الصوم لي وأنا أجزي به، وما ذاك إلا لترغيبك وتحبيبك في الصيام. 2، قال لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. إيه الخلوف؟ تغير رائحة الإيه؟ الفم بسبب ترك الطعام والشراب. هذا الناس تحبه أم تكرهه؟ ابتداء الشرع أمرنا بالصوم، وأمرنا أيضا بتنظيف الأسنان بالسواك أو غيره من الوسائل الحديثة، وهذا لا ينفي وجود هذه الفضيلة للإنسان، لأنه يخرج ابتداء من المعدة ليس من الأسنان أو الفم فحسب. لكن هذه الرائحة المستكرهة أو الكريهة عند الناس هي عند الله ماذا قال عنها؟ أطيب من ريح المسك، ليست كريح المسك بل إيه؟ أطيب. ولذا يتساءل الإمام ابن حجر، هل دم الشهيد أفضل أم خلوف فم الصائم؟ بسرعة، ها؟ ليه؟ كذا، لأن دم الشهيد قال يبعث يوم القيامة، اللون لون الدم والريح ريح المسك، الشهيد يجي كده والجرح بتاعه يسعب ودم يطلع زي ما هو كأنه لسه مقتول، اللون لون الدم والريح ريح المسك. لكن في خلوف فم الصائم قال أطيب عند الله من ريح المسك. سبحان الله، جاعوا وصاموا وتركوا شهواتهم لله، فكان أن نشأ ذلك الأثر عن صومهم، فأخبر الله أنه عنده أطيب من ريح المسك. هذا تطيب للقلب. شوف لما واحد يعمل حاجة ويتعب يقول له معلش انت كده ماشي صح وان شاء الله ايام الى اخره، ولعلها تكون علامة لهم يعرفون بها في الاخرة، كما قال ذلك ابن رجب. اسمع كلامه جميل قوي، قال ايه؟ لما كان الصيام سرا بين العبد وربه في الدنيا، بكرة مثلا الاربع بعدين الخميس هتصوم، او بكرة وبعده وبعده انت بتصوم في شعبان، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم شعبان كله او الا قليلة، فتكثر من الصوم فين؟ محدش عارف اللي انت صايم. عبادة سر بينك وبين الله، إلا لو انت ايه؟ اتكلمت. فإذا كان هذا سرا بينك وبين الله في الدنيا، فالله يجعله، ليس كذلك في الآخرة، يجعله ينشر هذا الخير بين الناس يوم القيامة. اسمع، لما كان الصيام سرا بين العبد وربه في الدنيا أظهره الله في الآخرة علانية للخلق، ليشتهر بذلك أهل الصيام. يا بشرات، تتعرف بقى كده بين الناس ان ده كان من مين؟ من اللي بيصوم، ويعرفون بصيامهم بين الناس جزاء لإخفاء صيامهم في الدنيا، جزاء من جنس العمل. كنت انت بتخبي وبتصوم، زي بعض السلف صام كذا وكذا سنة وما علم به أحد، كان الصبح ياخد أكله وهو رايح الشغل ويصدق به وهو ماشي، ويرجع يتعشى في البيت. أهل السوق يفكروا أكل في البيت، وأهل البيت فكروا أكل فين، ومخلي عبادته إيه؟ سر بينه وبين الله سبحانه وتعالى.
فهذه العبادة السرية يوم القيامة يشتهر العبد. يبقى أنت كده واقف في وسط الناس في المحشر والريحة تطلع من بوقك، بس مش زي الدنيا بقى تبقى أطيب منين. يبقى كل اللي يشم يقول ده هنا أكيد في واحد إيه من الصوام. قال ابن رجب قال مكحول يروح على أهل الجنة، يعني ريحة كده تهب عليهم، فيقولون ربنا ما وجدنا ريحا منذ دخلنا الجنة أطيب من هذه الريح، فيقال هذه رائحة أفواه الصوام. يا بختك يا سبحان الله، حين يكون الشيء ناقصا في عرف الناس فإذا انتسب إلى طاعة الله ورضاه فهو الكامل. عري المحرمين لزيارة بيته أجمل من لباس أزهى الحلل. واحد عايز يعمل عمرة بيخش مكة ازاي؟ محرم في مواقيت قبل ما تيجي تعدي الميقات ده لازم تلبس ايه؟ طب انا اصل البدله دي شاريها من باريس وبتاعه ب 200,000 وكده. والله برضو ايه؟ ده انا جايبها مخصوص للاحرام. لا لا لا، ما ينفعش كل ده ايه؟ اقلع، لازم كله يقلع وكله يلبس ايه؟ طب العرق يعني كده ابقى عريان كده ومفيش لا ده هو ده عند ربنا اجمل منين؟ مع انها في عرف الناس ناقصه. لو واحد طلع في الشارع لابس حته تحت كده وماشي يقولوا ايه؟ مجنون، اخد بالك. لكن لو واحد محرم عملها ده هو ده الجمال، ده الشغل كله، مع انه عري بس عشان انتسب لله طاعة ليه بقى ايه؟ اجمل من لباس ازهى الحلل. انكسار المخبتين لعظمته هو الجبر، ذل الخائفين لسطوته هو العز، بذل النفوس للقتل في سبيله هو الحياة. حتى ما تقولش على الشهيد ميت، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله ايه؟ ليه؟ لانه بذل حياته لله فبقى من جزاء انه هو ايه؟ حي عند الله سبحانه وتعالى. نصب المجتهدين في طاعته، تقوم بالليل والدنيا ساعة وتتوضى وتصلي، الناس نايمة وبتشخر، حتى عيالك ومراتك، بس انت قايم ليه؟ هذا النصب هو الراحة في الآخرة فعلا. وعطشهم لأجله هو الري، وجوعهم لأجله هو الشبع. خلوف أفواههم لديه أطيب من ريح المسك، فلا فيا بشراهم. ذكروا أن الإمام أبو غالب الحداني رحمه الله لما مات وجدوا من قبره ريح المسك، فسألوا عن ذلك، يعني ايه الريحة اللي طالعة من القبر ده؟ الراجل ايه ده مات ودفن، فرآه بعضهم في المنام فسأله عن ذلك، فقال تلك رائحة الصيام والقيام. تلك رائحة ايه؟ الصيام والقيام، هذه كرامة من الله عز وجل للصالحين من عباده. اثنين ولا ثلاثة؟ ثلاثة. ثم هو سبحانه يعجل لك ثوابك في الدنيا، ما جعل الأجر في الآخرة فحسب، بل كذلك لك أجر في الدنيا. إيه هو؟ قال صلى الله عليه وسلم للصائم إيه؟ فرحتان يفرحهما إذا إيه؟ إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه إيه؟ فرح بلقاء ربه. ليه إذا أفطر فرح؟ أولا إذا أفطر دي إمتى؟ يوم بيومه ولا في آخر رمضان؟ الاثنين مفيش مانع. طب بيفرح ليه؟ ايوه جميل، ها، عشان تعب وادى العباده بس كده. مش عارف، مش راضيين يقولوها مع انه كلهم، يعني انتوا مش هتفرحوا اللي انتوا بتاكلوا؟ يعني مفيش واحد يقول لي بفرح عشان هاكل؟ لا، يقول لك لا، هو بس بيفرح لان ربنا كلفه بعباده فاداها، فماشي الفرح ان ربنا اعانك على اداء العباده، ده مطلوب، ده اعظم واجل. لكن الفرح الطبيعي بقى ان انا بفرح عشان هاكل، في عيب في كده؟ في حرام يعني؟ حضراتكم تقولوا لنا ده منكر يعني ما نفرحش؟ يعني اقعد على الاكل وانا بوزي شبرين؟ ايه يا جماعه، ما ده شيء طبيعي، يعني النفس تحب ذلك فلا مانع ان يفرح. ولذلك بعض العلماء يقول الصوم، ركز معايا هناك، الصوم سبب للسعاده. اي واحد زعلان مهموم مكروب يعمل ايه؟ ليه؟ لما يصوم يفرح. معنى كده، وفعلا تلاقي واحد يبقى مهموم وزعلان يصوم له يومين ثلاثه كده ايه؟ صدره انشرح. صدق رسول الله فيما روى عن ربه سبحانه للصائم فرحتان. يعجل سبحانه المكافأة للصائم في الدنيا على صيامه وامتثاله لأمره، فيقول للصائم فرحتان يفرحهما، فهو من يسر له العبادة، وهو من أعانه عليها، وهو من قبلها منه، وهو من أثابه عليها، ثم هو يدخل السرور على قلبه بأن أداها، فيفرح بفضل الله عليه، ويفرح بما يسر له من الطيبات وأذن له في تناولها. ثم يكون الفرح الأكبر والأعظم إمتى؟
حينما يقدم على ربي يوم القيامة فيرى ثواب سعيه وأجر صيامه عند الله، كم تكون إذن فرحته؟ واحد عاش 60 سنة، لو قلنا مثلا صام 50 يبقى كم رمضان؟ 50 رمضان، واليوم الواحد ثوابه قد ايه والشهر ثوابه قد ايه، يلاقي كل ده متحوش له فين؟ فكيف تكون سعادته وكيف يكون فرحه؟ ده غير بقى العبادات الثانية. فالصوم سبب للسعادة في الدنيا والآخرة، فما أعظمها من عبادة. 4، وفي نفس الحديث عايز يا جدع أنه علمك كيف يكون صومك مقبولا، علمك كيف يكون صومك مقبولا، اللي احنا بنقول عليها إرشادات التشغيل. الجهاز ده لما تاخده مش عارف ما تحطش كام واحد فوق بعضه وتفتحه ازاي وما تجيش بالخطة معنا كده، لو واحد خالف الكلام ده جاب الخطاف وبيعبل في الكرتونة كده يحصل ايه؟ خلاص بقى ما راحت معنا. فنفس المعنى ولله المثل الأعلى، علمك كيف يكون الصوم مقبولا، إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، يعني ما فيش بقى الكلام الفاحش حتى لو مع الزوجة ولا كنت بعكس، لا ما فيش رمضان خلاص يبقى الشهوات ايه ما فيش اقفل. فحتى القبلة مثلا هتقول لي ما في المانع، اقول لك لا، لو كانت ستؤدي الى وقوع شيء ها ماشي كده، لكن واحد عجوز المواضيع عنده زي ما يجوز بنته ما فيهاش حاجه خلاص يبقى ايه ما فيهاش. اسمع يا اخي، عشان كده الفقهاء فرقوا بين القبله للشيخ والقبله للايه، مش للشيخ اللي هو الشيخ، الشيخ اللي هو الايه العجوز. انا كده اذا كان يملك اربه او اربه معنى كده، فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا ايه، دي بقى يصخب بالصاد او بالسين الاثنين صح، اللي هو الصياح والجلبه، تلاقي الصايم بيبقى ايه ومستكين كده. وفي ناس بقى عم عفرته يقعد يصرخ ويزعق ويعمل ويخبط ويرزع، نقول له ايه خلي بالك ده ممكن، اسمع يا جدع، ممكن يضيع عليك ثواب الصيام بتاعك، لان الرسول صلى الله عليه وسلم بين لك ارشادات القيام بالعباده دي، فلا يرفث ولا يصخب ها ولا يجهل. يعني ايه ولا يجهل؟ في الكلام وفي المعاملة يلتزم حدود الشرع، ما يمدش ايده الحرام، ما يتلفظش بحرام، ما فيش كذب، ما فيش شهادة زور، ما فيش الى اخره. طب واحد انا ادبت نفسي وتمام التمام بس هو قليل ادب وعمال يعاكسني ويسبني ويشتمني وبتاع، يقول لك كمان فان سبه احد او شاتمه في رواية قاتله فليقل ايه اني صائم اني صائم، ويعلي صوته عشان يسمع، يعني اكن انا مش عاجز ان انا ارد عليك بس اللي مانعني ان انا ايه، وسيبه وامشي بقى. في بعض الناس اني صائم مرة تانية تالتة هيناوله بقى، ما انت مش تمسك نفسك طالما انت عارف كده يبقى احسن ايه اني صائم. شوف الرحمة التي جعلها الله في هذه العبادة، ليس الصيام الامتناع عن الطعام والشراب كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وانما الامتناع عن اللغو والرفث، اللغو اللي هو الكلام اللاغي اللي ملوش لازمة. طب كم في حياة المسلمين اليوم من اللغو؟ ظن البعض ان الشرع حرم عليهم فقط الامتناع عن الطعام والشراب والزوجة، وهي شهوات في الأصل حلال ومباحة، ظنوا أن هذا هو الصيام فقط، وأفسحوا لأنفسهم فيما حرم الله، يسلي صيامه ببرنامج بمسلسل تاخد بالك بغيبة بنميمة بأكل لحوم الناس، وهذا يضيع عليه ثواب الصيام. رب صائم ليس له من صيامه إلا جوع، يعني طلع من رمضان بولا حاجة، سقط عنه الفرض بس ملهوش ثواب، تعبت يقولك يصوم ويفطر على ايه بصلة، اهو ده الانسان ده كده ضيع على نفسه ليه. هل تدخل الافلام والمسلسلات والاغاني والفوازير في اللغو والرفث ام لا؟ هل تدخل الغيبة والنميمة والكذب وقول الزور في اللغو والرفث أم لا؟ فاحذر أيها الصائم من بعض الصوام ليس له من صيامه، فإن بعض الصوام ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، نسأل أن يرزقنا صوما مقبولا. 5، وهو سبحانه وتعالى يصلي عليك إذا قمت تتسحر، أهي دي عجيبة بقى، يعني أنا أقوم أكل وربنا يمدحني؟ ما كده كده ده حاجة، في مين ما يحبش الأكل؟ لا ما بس خلي بالك لو انت كده قمت الساعه 2 بالليل لقيت نور المطبخ مولع ومراتك قاعده فرشه وعماله تاكل، في غير رمضان تبقى ايه مفجوعه صح كده، لكن لو في رمضان طبيعي. لكن شوف بقى اقوم انا اتناول الشهوه بتاعتي اخذ حاجتي من طعامي وشرابي ومع ذلك يصلي علي ربي وملائكته، ايه اللي انا عملته، ايه المجهود اصلا؟ يعني هتقول مثلا الصيام فيه مشقه والصلاه فيها، طب الاكل
ده أجمل مشقة دي، ومع ذلك ما تأكل وإيه كمان؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. من منا لا يحب أن يأكل ويشرب؟ وهل يحب الناس والأكل والشرب؟ لكنها نية الخير وحب السنة والحرص على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، حينما أضيفت إلى العمل المباح صار من القربات، فيصلي الله عليك بسببه. بل هذا الطعام، طعام السحور، من الطعام المبارك. قال صلى الله عليه وسلم: السحور أكله بركة فلا تدعوه. وقال لبعض أصحابه: هلم إلى الطعام المبارك، فلا تدع هذه السنة، ودرب نفسك على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، وكن نسخة منه في كل أفعاله، لتغنم صلاة الله والثناء عليك في الملأ الأعلى ورحمته سبحانه، وصلاة الملائكة الدعاء لك والاستغفار لك. ستة: أنه ما فرض عليك الصوم إلا لأنه يحبك، فهو خير لك في الدنيا والآخرة. أما الدنيا فهذا يحتاج لدرس كامل نتكلم عن فوائد الصيام الطبية، مش عايز أطول عليكم في الدرس بتاع النهاردة. وأما الآخرة فرحمة منه بك كي لا تعطش يوم العطش. لما أنت تبقى مسافر وهتمشي في طريق صحراء ومفيش فيه استراحات، تاخد إيه؟ مية بس؟ مية وأكل زاد. ليه؟ عشان السفر المشقة. طب واحد قال لك ده الطريق ما فيش اكتر من الاستراحات والمية ببلاش بيوزعوها، اخد بالك، وما خدتش حاجة ودخلت وما فيش اي حاجة، ده مصيبة دي، صح؟ طيب، الله سبحانه وتعالى اخبرنا انه سلق لنا يوم نقف فيه مقداره 50,000 سنة، الشمس تدنو من الرؤوس، معنى كده قدر ايه؟ نيل، ويشتد العرق حتى يبلغ قامة الرجل او اكثر، زحام، عري، عطش، جوع. فلأنه يحبك أعلمك وأخبرك كيف يمضي عليك هذا اليوم بسلام، فعلمك لتصوم في الدنيا حتى لا تعطش في الآخرة. تعطش هنا عشان إيه؟ تروى هناك. اسمع الحديث الجميل ده أول مرة تسمعه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قضى على نفسه أن من عطش أو أعطش نفسه له في الدنيا سقاه الله يوم العطش. شو يعني قدر ذلك وكتب ذلك؟ أن من عطش نفسه أعطش نفسه له في يوم صائف شديد الإيه؟ سقاه الله يوم العطش. عشان كده أبو موسى روي الحديث، الصحابة ما كانوش بتوع كلام، يروي الحديث وهو أول واحد إيه؟ يعمل به. كان يتحرى اليوم الشديد الحر الذي يكاد الجلد ينسلخ فيه فيصومه. ليه؟ تطبيق، عشان هناك أستريح. لكن لما أنا ما تعبش هنا هتعب هناك، لما أنا ما جوعش هنا هجوع هناك، لما أنا ما عطش هنا هعطش هناك. فما منعك إلا ليعطيك، وما حرمك إلا ليرحمك. فهل فهمت لماذا كتب عليك الصيام؟ هل وصلت الرسالة؟ وإن لم تفعل فماذا ستفعل في عطش يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ إن لم تأخذ الماء معك من الدنيا فأنى لك بالماء هناك؟ إن لم تتعب هنا فكيف تستريح هناك؟ قال ابن القيم رحمه الله: النعيم لا يدرك بالنعيم، ومن أراد الراحة فارق الراحة. وكما قال شيخ الإسلام: والسعادة لا يعبر إليها إلا على جسر المشقة. لو السعادة هناك ايه عشان تعدلها في جسر تمشي عليه، ده جسر المشقة. ولك أن تقارن بين عطش الدنيا وعطش الآخرة حتى يسهل عليك العمل في الدنيا. قال الحسن، نسمع الموقف ده كده، تقول الحوراء، مين دي؟ حور العين، لولي الله اللي هو زوجها بقى، وهو متكئ معايا، وهو متكئ. خلي بالك كلمة متكئ دي بتيجي كتير في القرآن، على سرر متقابلين، متكئين، متكئ، ها؟ شمعنا؟ لأن الإنسان المتكئ دي دليل على الايه؟ على الراحة، معايا كده؟ بخلاف الإنسان ايه؟ اللي هو ها؟ ايه؟ اللي هو المتوتر، تلاقيه ايه؟ يقف ويقعد ويروح ويجي، مش مطمئن. لكن واحد متكئ مجعوس كده تبقى ايه؟ القرآن بقى يبين لك ان اهل الجنة كده. تقول الحوراء لولي الله وهو متكئ معها على نهر العسل. يا سلام، ايه العسل ده؟ شوف بقى ما يبقى واحد ده، الواحد لو هو ومراته كده قاعدين في جزيرة في وسط البحر، ايه ده؟ هيزقها فين؟ شوف الراحة بقى، ما بالك انت لو كان نعيمك في الجنة واخد كده، مش جزيرة بقى، ده ممكن واحد يبقى ملكه في الجنة قدر 100 عام،
يعني 100 سنة تجري فيه على فرس، يبقى قد ايه ده؟ يبقى تستاهل الدنيا تتعب بقى ولا لا؟ هتنيمنا يا ابني. تستاهل الدنيا تصلي بالليل ولا لا؟ تستاهل انت تصوم اثنين وخميس؟ تستاهل انت تكف نفسك عن الحرام؟ قال لك ده في فوائد حرام اتركه، وده مش عارف ما تقولش بقى كل حاجه حرام وحرمته علينا يا عم. ما انت كل جسد نبت من سحت، يعني ليه اضحى اغاني ومش عارف ايه ومهرجانات؟ هتسمع في الجنه احسن من كده، أخذ بالك؟ أهل الجنة يسمعوا غناء، بس مش غناء بتاعنا ده. يبقى أنت ليه تحرم نفسك تلبس حرير هنا تتمنع تلبسه هناك؟ لا، هتعيش كم سنة تتمتع بالحاجات التافهة دي؟ لا، أنت حاول إيه تزم نفسك كده وتمنع نفسك من الحرام عشان إيه تناله هناك. فشوف بقى متكئ معاه، مش نهر بقى مية ملحة على نهر إيه، وفي طبعا في الجنة نهر من لبن ها ونهر من عسل. نفنتظر لبن بكام؟ ها كام عم الشيخ؟ 30 300؟ ها تخيل بقى اما يبقى نهر بقى لبن ها ونهر عسل ونهر خمره اللي ما شربهاش في الدنيا، فايه بس ما تقولش انا جدع لما تشربها، لان خمر الاخره ما ايه لا يصدعون عنها ولا ايه ولا ينزفون. تعاطيه الكاس، متكئ معها على نهر العسل تعاطيه الكاس، فتقول له ايه؟ ان الله نظر اليك في يوم صائف بعيد ما بين الطرفين، يعني كان طويل، وانت في ظمأ هاجره من جهد العطش فباها بك الملائكه. ايه ده؟ وقال انظروا إلى عبدي ترك زوجته وشهوته ولذته وطعامه وشرابه من أجلي رغبة فيما عندي، اشهدوا أني قد غفرت له. قالت فغفر لك يومئذ وزوجنيك. من صام عن شهوته في الدنيا أدركها غدا في الجنة، ومن صام عما سوى الله فعيده يوم لقاء. من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله لآت. من جوع نفسه يشبع يوم الجوع الأكبر، من أظمأ نفسه يروى يوم العطش الأكبر. طوبى لمن ترك شهوات حياة عاجلة لموعد غيب لم يره. متى اشتد عطشك إلى ما تهوى فابسط أنامل الرجاء إلى من عنده الرئي الكامل، وقل قد عيل صبر الطبع في سنيه العجاف، فعجل لي العام الذي فيه أغاث وأعصر. هل من مقارنة بين عطش الدنيا وعطش الآخرة؟ كلا والله. فهل علمت أنه يحبك ولذا فرض عليك الصوم، ولذا سن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم النفل حتى يكمل به صوم الفرض؟ 7. ثم إنه عوضك عن كل عطش عطشته في الدنيا بشربة لا تظمأ بعدها أبدا من باب الريان. قال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصنف، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. قال في حديث آخر رحمك الله، من دخل شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا. يعني نقول إيه؟ وداعا للعطش، وضاعا للجوع والألم والتعب. طالما عطشت في الدنيا والناس يرتوون، طالما جعت في الدنيا والناس يأكلون ويشبعون، طالما تعبت في الدنيا والناس في راحة، فهنيئا لك أخي تلك الشربة. قال صلى الله عليه وسلم إن أكثر الناس شبعا في الدنيا أكثرهم جوعا في الآخرة. إن أكثر الناس شبعا في الدنيا الذي يأكل ما حل وما حرم، لا يراعي الحلال والحرام فيما يأكل ويشرب، يترك صوم رمضان وغير ذلك، أكثرهم جوعا في الآخرة، والجزاء من جنس العمل. هؤلاء الذين تشققت أشداقهم، أما هؤلاء الذين تشققت أشداقهم جوعا في الدنيا كيف يكون جزاؤهم من جنس عملهم؟ ضمرت بطونهم وتقلصت شفاههم عن الأشربة، إنهم يرجون سماع ذلك من النداء المحبب إلى القلوب، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم. يعني أسلفتم قدمتم في الأيام الإيه؟ الخالية الماضية. قال مجاهد نزلت في الصائمين، فنسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. 8. ولأنه يحبك أمرك بالصيام يحميك به من الشهوات. والشهوات حفت بها جهنم، فإن أفسح العبد لنفسه في الشهوات التي حرمها الله كان على طريق جهنم والعياذ بالله، إما أن تتداركه الرحمة وإما أن يقع فيها والعياذ بالله تعالى. إذن حتى تقوى إرادتك وحتى تحفظ
من الولوغ في وحل الشهوات حماك الله عز وجل بالصيام، حينما يدربك على أن تترك الزوج الحلال نهار رمضان 30 يوما. فإذا تعرضت لك متبرجة في غير رمضان في الحرام تقول إني أخاف الله، تغض بصرك عن الحرام لأن إرادتك قد قويت في رمضان، لأنك تستعين بالله الذي يراك ويسمعك عن أن تفعل ما حرم الله فيحميك. لذا قال صلى الله عليه وسلم الصوم جنة، جنة حماية وقاية من ماذا؟ من الشهوات، وجنة أيضا من عذاب الله من النار، لأن الذي اتقى الشهوات الحرام في الدنيا يكون قد اتقى جهنم أيضا فيكون من أهل الجنة. الصيام وجاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه له وجاء يعني يضعف الشهوات ويقللها، يقيك شر الشهوات ويباعدك الله به عن عذاب النار أو عن النار. قال صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفة، وفي رواية 100 عام. رمضان كم يوم؟ 30، واليوم الواحد بكام؟ 100، يبقى كم؟ 30 في 100، 30,000 ايه؟ سنة بعد عن جهنم بصوم رمضان. وهذا ليس في رمضان فحسب، بل في رواية جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. شوف الثواب وشوف الفضل إخواني، لأن كثيرا من الناس لا يعرف النار فقد تجرأ عليها، حتى بعضهم يعقد النكات على جهنم، بيعمل نكت على جهنم. ليه؟ ما هوش عارف، لأن كثيرا من الناس لا يعرف النار تجرأ على الشهوات. لذلك احنا عايزين نعمل درس اسمه غلقت أبواب جهنم، اللي هيحصل امتى؟ في رمضان. ونعمل وصف الجهنم، تشوف كده حاجات اجيبها لك معايا عرض، هجيب لك صور ومشاهد مش هتعرف تنام لما تشوف المشاهد دي، تجد في نفسك حاجزا يحجزك عما حرم الله. عايزين نعمل درس نوصف فيه النار ونجيب مشاهد فعلا تشوفوها على العرض ان شاء الله، خليه اللقاء الجاي ولا ايه رايكم؟ بس مش هينفع كده، الجامع نص فاضي، لا مش هعمله، انا هجيب الدرس معايا ان شاء الله الاسبوع الجاي. لو لقيت الجامع مليان هقوله، لقيت الجامع فاضي هجيب درس تاني. لا مش هقوله، صدق لا هكمل حد درس باقي للنص، لكن لما انتوا شدوا حيلكم شويه. انا مش عايز ملتزمين، انا عايز ناس ما بتصليش، انا عايز كل واحد يحشد 10-20 واحد ما يعرفوش حاجه اسمها صلاه ولا بتاع، ويجي ويسمع وربنا يهديه ويبقى في ميزان حسناتك، خصوصا احنا داخلين على رمضان وفي شباب ما بتصومش وفي بياعين والى اخر. الناس دي مش في دماغها ناس كتير. طب يلا ورينا هتجيب كام المره الجايه، هات لهم هديه المره الجايه. كل واحد ان شاء الله المره الجايه يجي هياخد هديه باذن الله تعالى لو انتوا اشتغلتوا، ما اشتغلتوش خليكم نايمين. فابشر اخي الصائم بثواب الله وحسن جزائه. 9 قبل الأخيرة، لأنه يحبك أمرك بالصوم ليرفع درجتك في الجنة، ففتح لك أبواب الجنة في رمضان ويسر لك أعمال الخير وأعانك عليها وصفد الشياطين وسلسلها لتقبل عليه وتسرع بالطاعة إليه سبحانه وتعالى علوا كبيرا. ما تركك لعدوك في موسم الطاعة بل سلسلة وقيدة، وأما عدوك الأدنى وهي النفس أضعفها، لأن النفس حينما تمنع من شهواتها تكون أضعف ما تكون، وهذا من رحمة الله عز وجل بنا. 10، لأنه يحبك يوفقك لعمل صالح ثم يقبضك عليه. قال صلى الله عليه وسلم من ختم له بصيام يوم دخل الجنة، من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. وانظر لهؤلاء الذين ختمت حياتهم بالصيام فكتب الله لهم الجنة بإذنه، بل وبعضهم بشر بها كعثمان بن عفان رضي الله عنه ذو النورين الذي هجم عليه الفجرة وقتلوه وهو صائم وهو يقرأ القرآن. قال ابن كثير صلى صلاة الصبح ذات يوم، فلما فرغ أقبل على الناس فقال إني رأيت أبا بكر وعمر أتياني الليل، يعني في المنام، فقال لي صم يا عثمان فإنك تفطر عندنا، وإني أشهدكم أني قد أصبحت صائما، وإني أعزم على من كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخرج من الدار سالما مسلوما منه، يعني لا يريد أن يراق الدم بسببه وهو خليفة.
وهو من العشر المبشرين بالجنة، ومع ذلك لا يريد أن يسفك دم لأجله، أن يسفك دم لأجله، عزم عليهم أن يتركوه حتى لو قتل، ثم دعا بالمصحف فكب عليه رضي الله عنه وقتل وهو يقرأ، ونزل دمه على قوله تعالى فسيكفيكهم الله. وأما حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فلما طلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل جبريل وقال له راجع حفصة فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة. انظروا كيف شهد الله لها وشهد لها جبريل بسبب ماذا؟ صوامة قوامة، لتعرف لماذا زادت المشاكل في بيوتنا، لماذا يحصل الخلل في بيوتنا بسبب قلة العبادة. فلو اجتهدت أنت في العبادة واجتهدت المرأة كذلك في العبادة لكان ذلك تقليلا للمشاكل في البيوت، وكان ذلك معونة لنا على قيام حياة ترضي الله سبحانه وتعالى. أما عروة ابن الزبير رحمه الله فكان من المتعبدين الصوام القوام، حتى الليلة التي قطعت فيها رجله لما أصيب بالآكلة في رجله وجاءوا بالطبيب ووضع المنشار على فخذه وقطعها، ثم جاء بالزيت ووضعت فيه حتى يحتبس الدم، فقال ناجى الله عز وجل قائلا لئن أخذت لقد أبقيت ولئن ابتليت لقد عافيت. تأمل في الجملة الآتية، قال وما ترك جزءه بالقرآن تلك الليلة، الليلة التي قطعت فيها رجله ما ترك القيام بالقرآن في تلك الليلة، كان ورده ربع القرآن كل يوم نظرا يقوم به الليل، وقطعت رجله أيضا وهو صائم. انظروا كيف كان حبهم وكيف كان حرصهم على العبادة حتى لو كان فيهم من التعب وكان فيهم من الألم. تالله إن هؤلاء هم، إننا نحن المرضى وليسوا هم. إخواني الأمثلة كثيرة، والأحسن من الأمثلة أن نعمل نحن وأن نجتهد، خصوصا في هذا الشهر الفضيل شهر شعبان الذي ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين وتعرض على الله. قال صلى الله عليه وسلم فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، فاجعل لك حظا ونصيبا من صيام هذا الشهر الفضيل، يعينك الله به على إحسان الصيام في رمضان، تألف نفسك الصيام به في رمضان، تتلذذ بصيام رمضان. وحلقات أخرى من السبق في رمضان تأتي معنا في اللقاءات القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.